مالكوا اتسمرتوا كده ليه؟ ادخلوا. اصل مش عوادك يا حاج يعني تفضل لحد دلوقتي. طيب يا اخي يبقى من حقي اعملها مره من نفسي. مالك يا حاج؟ انت حكايه ولاد عمك وحماك دي ضايقتك ولا ايه؟ مش عارف يا زكي، ساعة ما رجعت وانا مش طايق نفسي ودماغي مشغول قوي. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك ان الراجل ده سكته مش عدله وكلها مطبات. اسكت يا شحاته، انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا. امال في ايه يا حاج؟ برضو امال في ايه يا حاج؟ بنته يا زكي، بنته اللي في بيتي دي، لا حول ولا قوه الا بالله، اعمل معاها ايه؟ طب وهي ذنبها ايه بس يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما هو ده اللي محيرني، خايف اشيلها ذنب ابوها وابقى ظلمتها، وفي نفس الوقت خايف اقول ملهاش دعوه وابقى ظلمت نفسي في الاخر. دي في الاخر دي بنته يا زكي، والمثل بيقول العرق يمد لسابع جد. وقلي بالقدر على فمها تتع البيت لامها. ايه اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لامها؟ الله يفتح عليك يا زكي، الله يفتح عليك. ممكن تسكت بقى يا شحاته عشان انا مش طايق نفسي؟ حاضر يا حاج. لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حاج، انت لازم ترتاح علشان تعرف تفكر على رواقه. انت اللي علمتنا كده يا مدرسه. احنا نروح للحاج منعم المحل ونسهر معاه على القهوه، يمكن مزاجك يتظبط. يا ابني اسكت، بقول لك اسكت. الحاج منعم لسه مسويني بكلمتين دلوقتي، لا اله الا الله، تقول لي اروح له؟ يبقى الصومعه شله زمان تفضفض باللي في قلبك وترمي ورا ظهرك. ها يا ريت يا حاج. اول ما جي بصولي فتنولي عليه وقالولي، اول ما جي بصولي فتنولي عليه وقالولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزول. ده أول ما عدي بصولي فتنولي علي وقالولي، أول ما عدي بصولي فتنولي علي وقالولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي. لا اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعد ابدا، لا اقدر على بعد ابدا ولا احبش بعد وابك. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته يخرب بيته، انه يرق شويه ابدا ما بيسالش، ما بيسالش، ما بيسالش عليا ابدا. الله 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 يا شحاته، ايه الحلاوه دي؟ فوقتنا والله. الله يخليك فعلا فوقتنا بجد. امال فين صفت ويحيى؟ يحيى في الشغل النهارده، وصفت ابنه تعبان شويه. تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوم، محد فاهم حاجه. ايه يا عم زاد، انت هتتزاك عليا ولا ايه؟ الكيف مناوله مش مقاوله. هات انت عمال بتتطفص فيه من الصبح، ما حدش كلمك. جت عليا سيبني بقى اوزن الطاسه خاصه. يا ابني خفوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده، إذا ما كنتوش خايفين على صحتكم خافوا من ربنا. والله طول الوقت بنصحها يا حاج، بس هو اللي مش عايز يبطل. يبطل؟ انت هتفوقني يا زكي من الحجرين اللي انا شاربهم؟ بقول لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدوا بالكم ما تعملوش زي الناس اللي والعياذ بالله نسوا الله فانساهم انفسهم. خلي بالك يا زكي من الحكايه دي. حاضر. احنا مع ربنا، خليك انت في حالك. اتقبلت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ قول الكلمتين دول لنفسه. اعملي فيها ورع قوي، واعملي بنته زريبه وجيب لي فيها اربع نسوان، وقولي شرع الله.
لم نفسك بدل ما يجي يقص لسانك الزفر ده. يقص مين يالا؟ يا ساتر يا رب. طب طمني عليه. ماشي، لا انا ماليش نصيب بقى اشوفك النهارده. ولو عوزت حاجه يا صفا تقول لي. ماشي يا حبيبي. سلام عليكم. اكتر حاجه توجع القلب وجع العيال. ربنا يشفيهوله. لا حول ولا قوه الا بالله. انا همشي. سلام عليكم. ما بدري يا حاج. كلام صفوت عن ابنه كابني قوي. ما انت اللي داخل من الاول وشرطك نسيتك. ربنا يلطف بيك. يلا بينا يا شحاته. يلا بينا يا حاج. مع السلامه يا عم شحاته. انت ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا اتجننت؟ ولا احتمال ولا جايز ولا ممكن ولا اكيد. مش هتفرق. محدش فاهم حاجه. انت فاهم حاجه؟ ياه ده الصنف ده باينه شديد قوي. هات عنك عنك. خد يا زيد. معلش كرمالي وعندهم الدليل. بس كده بقى نقف عند الكلمة دي بقى. اسكيوز مي بقى. هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردة الكلبة هي واهلها؟ دخلت الحاجة عليها مش مريحاني.